أنا يا حسين لا أؤمن بمعلقات العرب السبعة أو التسعة، لكنني آمنت بك معلقة علقت على جدار التاريخ كتبت من 70 صحابيا بحسين. كل قصائدي تتباهى حتى يقال من الذي سواها، الناس والشعراء تعرف أنني كهل الحروف وشيخها وفتاها. يا حسين زرعناك في قلوبنا، يا حسين زرعناك في قلوبنا حتى نبضت. حشد 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 ولمسناك حشدا طوال تلك السنين والدهور وعلى مر الأيام والعصور. وأنا أقرأ الآن بينكم، وصلني خبر عاجل وهام، أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة بجباه المقاتلين، ما سوف تصل درجة الحرارة لمستوى البخار حيث ستكون ماطرة بالويل على الدواعش الأنذال. كما أنبأت هيئة الرصد الزلزالي أن زلزالاً علوياً حشدياً سيضرب ساحات القتال بأيادي المجاهدين الأبطال. الأرض ملكي والسماء ردائي والكل يأتي من ورائي، رغماً على أنف الزمان مخلد والموت كل الموت للأعداء. يا أسود الوغى والليوث البيداء، يا حملة اللواء، يا أيها الشهداء، يا من استلهم منكم عابس الخلود لأنه نزع جلبابه وأنتم نزعتم حتى الجلود، اخبروني وحدثوني وأنبئوني وقولوا لي عن أي نبوخذ يتكلم التاريخ وأي عصورة، وعن أي سومر يتحدث وعن أي زقورة، وأي خرافات ملأت كتاباته وسطوره. أخبر الصين وسورها أن لا عظمة لسورها أمام سور سواتر الحشد، فأي سور هذا؟ أخبر الصين وسورها أن لا عظمة لسورها أمام سور سواتر الحشد، فأي سور عظيم هذا الذي يتسلقه الصغار والكبار؟ وأي ساتر هذا الذي لا تعبره حتى الريح؟ ابلغوا بابل وجنائنها، ابلغوها وحدائقها، أني لا أؤمن بحدائقها المعلقة معجزة رابحة، لكنني آمنت بصور الشهداء المعلقة معجزة واضحة. فشتان بين الاثنين، بين جنائن نشتم منها عطر الياس وبين صور الشهداء التي نشتم منها العباس. يا غيبة الله، ابلغوا بابل وجنائنها سادتي أني لا أؤمن بها معجزة رابحة، لكنني آمنت بصور الشهداء المعلقة معجزة واضحة. فشتان بين الاثنين، بين جنائن نشتم منها عطر الياس وبين صور الشهداء التي نشتم منها العباس. يا غيرة الله، يا ميثاقه العذب، يا هيبة الكل لا بالجاه والنسب، لا السيف لا الرمح لا القرطاس لا القلم، الحشد أصدق أنباء من الكتب. يا هيبة الكل لا بالجاه والنسب، لا السيف لا الرمح لا القرطاس لا القلم، الحشد أصدق أنباء من الكتب. يا أيها الحشد، أنتم الفاتحة التي قرأت على أرواح العرب لترتل بين الحناجر نشيدا، فسلام عليك وأنت تقف على الساتر وحيدا، وسلام عليك يوم استشهدت ويوم تبعث شهيداً.